تنفس العالم الصعداء بعد إعلان تخفيف القيود التي فرضها فيروس كورونا. لكن هناك من يرى الأمور بعين أخرى. أنتوني فاوتشي خبير مكافحة الأمراض المعدية في البيت الأبيض حذر من خطورة التساهل المبكر مع الفيروس. الفيروس لن يختفي من الأرض، وهذا يعني أنه ربما باق معنا حتى الموسم المقبل، وفي اعتقادي لا يمكن الجزم ببقائه أو ذهابه، ولكن يجب أن ننظر إلى الكيفية التي نتعامل بها مع الفيروس والإجراءات الضرورية لمواجهته. إذا لم نقم بذلك بصورة صحيحة فقد نكون أمام خريف أو شتاء سيئين. منظمة الصحة العالمية في وقت سابق قالت إن هناك احتمالاً لموجة ثانية وثالثة لكورونا لن تقل خطورة عن الموجة الحالية. ومع انتشار كورونا مجدداً في الصين يرى خبراء أن هذه الموجة صارت أقرب.